شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق الله العلي العظيم. بين يدي البحث لا بد أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجود على نحوين. النحو الأول: الوجود بالفعل، والنحو الثاني: الوجود بالقوة. ماذا يعني الوجود بالفعل وماذا يعني الوجود بالقوة؟ الوجود بالفعل يعني أن يتلبس الشيء بصورة من الصور النوعية. إذا تلبس الشيء من الأشياء بصورة من الصور النوعية يطلق عليه الموجود بالفعل. أما النحو الثاني فهو الوجود بالقوة. الوجود بالقوة يعني أن تكون في الشيء قوة التحول والانتقال إلى صورة نوعية ثانية. هنالك شيء، وهذا الشيء يحتوي في داخله على قوة. بهذه القوة يؤهل هذا الشيء لكي يتلبس صورة من الصور النوعية. لنمثل على ذلك: المنضدة التي تجلس عليها، السرير الذي تجلس عليه، هذا وجود بالفعل. لماذا؟ لأن هذا الوجود تلبس بهذه الصورة المعينة. بينما المادة الخشبية، الخشب الموجود هنا وهناك، أو الحديد الموجود بالمنجم، هذا لم يتلبس بالصورة السريرية بالفعل، فإذا هو موجود بالقوة. هذه الشجرة التي تراها في بيتك، هذه الشجرة وجود بالفعل. لماذا؟ لأنها الآن متلبسة بالصورة الشجرية،
ولكن عندما تذهب إلى المحل وتأخذ نواة النخل أو بذرة، هذه البذرة في داخلها قوة معينة، بهذه القوة تؤهل لكي تكون شجرة في المستقبل. فإذا هذه النواة فيها شيء يسمى وجودا بالقوة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، نحن البشر لعله يمكن أن ندعي بأننا نختلف عن بقية الكائنات، بقية الحيوانات. الحيوان عندما يولد يمكن أن ندعي ولو في الجملة أن الحيوان قدرات بالفعل. أنتوا إذا أحضنتم بيضة تحت دجاجة أو في المحاضن الآلية، الفرخ عندما يطلع في اليوم الأول لعله كل كمالاته، كل قدراته أو أكثر قدراته وجود بالفعل. يعني هذه الدجاجة الصغيرة أو الديك الصغير إذا صح التعبير من اليوم الأول يعرف مسيره ومصيره، يعرف كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتصرف. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأبعاد، لعله لا يتوقف على الأم، لا يتوقف على الأب في كثير من أبعاده. ليش؟ لأن كمالاته قدراته كلها أو كثير منها بالفعل موجودة. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما نحن البشر عندما نولد أكثر قدراتنا، أكثر كمالاتنا كمالات بالقوة. الحقيقة علماء النفس لم يتوصلوا إلى كنه حقيقة القدرات المودعة في كل واحد منا نحن البشر، ولكن كل العلماء، علماء النفس وعلماء التربية قديما وحديثا، مطبقون على أن هذا الإنسان مخزون هائل من الطاقات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينسب إليه هذا الشعر: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا هو الكون الجامع، يعني جميع ما في الكون من قدرات وطاقات أو أكثر ما في الكون من قدرات وطاقات موجودة في هذا الجرم الصغير. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ولكن القضية أن هذه القدرات وهذه الكمالات كمالات بالقوة. هذا الطفل الصغير الذي في المهد، هذا فيه قدرة أن يكون وليا من أولياء الله، وفيه قدرة أن يكون مجرما من مجرمي التاريخ. هذا الكمال كمال بالقوة، وتلك القابلية قابلية بالقوة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا الإنسان يمكن أن يكون عبقري من عباقرة التاريخ،
ويمكن أن يكون شخصاً عادياً يعيش على هامش التاريخ لا يؤثر ولا يتأثر. هذه قابليات، هذه قدرات وطاقات، كلها دفينة تحتاج إلى تفجير. من هو المفجر؟ من هو الذي يحول هذه الطاقات من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل؟ هنا في جواب هذا السؤال يتضح دور العائلة، دور الأب، دور الأم، دور الإخوة والأخوات الكبار في العائلة. هذا الطفل الصغير لا تنظر إليه بهذه النظرة، إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. هؤلاء الصغار يتحولون إلى كبار، تكون بأيديهم أزمة الأمور. إذا الأب توجه إلى ابنه، الأم توجهت إلى بنتها، الأب توجه إلى بنته والأم توجهت إلى ابنها، وإذا بهذا الرجل يكون عبقرياً من العباقرة، مغيراً من المغيرين، ولياً من أولياء الله، يستسقى بوجهه الغمام. لماذا لا؟ الذين كانوا أولياء الله سبحانه وتعالى من كانوا؟ كانوا أفراد عاديين، ولكن تلك التربية وذلك التوجه هو الذي أوصلهم إلى هذه المراحل. نأتي إلى بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ونحن نعيش في هذه الأيام في ذكرى ميلادها الطاهر. لاحظوا بيت فاطمة صلوات الله عليها، كيف ربى هذا البيت وكيف أنشأ هذا البيت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما محسن فالأحداث التي عصفت لم تسمح أن يستفيد العالم من هذا الوجود الطاهر. هؤلاء الأربعة في ذلك العمر القصير، وكذا تكون كواكب الأسحار، كيف ربتهم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها؟ أولا كانت نموذج. التربية مو بالأقوال، التربية بالأفعال. الابن الصغير، البنت الصغيرة عندما ترى والدها أو والدتها قبل أن تأخذ مضجعها تتوضأ وتصلي لله، هذا المنظر وهذا الواقع ما يخرج من ذهن الطفل. هاي الصورة تبقى مرتسمة في طفله. تشوف الطفل في الليلة الثانية أو البنت، لعله في الليلة الثانية، لبست الشادر ووقفت في مصلاها وأخذت تتظاهر بالصلاة، يعني تقوم بالصورة الصلاتية. العلماء الفقهاء في الكتب الفقهية، راجعوا كتاب العروة الوثقى في كتاب الصلاة، يسمونه الصلاة التمرينية. حتى إذا طفل عمره سنتين، تعلم هذا شقد مؤثر في نفسية هذا الطفل عندما يقف قبل النوم ويصلي لربه ولو صلاة تمرينية؟ الآن من الممكن لا تؤثر في هذه الصورة، لكن بعد 4 أعوام 5 أعوام هذه الانطباعات تبقى في ذهنه. الحسن والحسين صلوات الله عليهم وزينب وأم كلثوم عندما يرون الزهراء صلوات الله عليها تقف في محراب عبادتها وتزهر لأهل السماء كما تزهر لأهل الأرض، فسميت بالزهراء لذلك. إيش قد يأثر هذا المنظر؟ هذا المنظر يمتد
تلك الصلوات في الليل في جوف الليل وبالأسحار هم يستغفرون، يمتد ويترك انطباعه. وين ترى أثر هذا الانطباع؟ تراه في الليلة الحادية عشرة من المحرم، حينما لا تترك زينب صلوات الله عليها رغم تلك الأثقال العظيمة التي تنوء بحملها العصبة أولو القوة، تقوم لا تقوم، وإنما تجلس لأنها لا تستطيع أن تقوم، وتصلي لربها صلاة الليل. هذا أثر تلك التربية. هذه زينب، زينب صلوات الله وسلامه عليها التي خلدت ثورة الحسين، هذه النفسية الصلبة، هذا الرضا المطلق بقضاء الله، هذا الصمود الهائل، هذا آثار تلك التربية في خلال تلك الأعوام المتواضعة. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تنيم أطفالها في يوم الخميس، في عصر الخميس تنيمهم. ليش؟ تقول لهم الليلة عندكم برنامج، يجب أن تسهروا لله في ليلة الجمعة. هذا الطفل عندما ربيت بالإقناع، لا بالعنف لا بالسيف والصوت، عندما علمته أن يستيقظ ليلة الجمعة، هذا يبقى إلى آخر عمره، وهذه التربية قد انتقشت في باطنه. مو فقط هو، هو والجيل الذي بعده والأجيال اللاحقة إلى ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. عندما تأمر فاطمة صلوات الله عليها الحسن والحسين روحوا للمسجد، اسمعوا جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله شنو يقول فوق المنبر، بعدين يأتي الحسن أو الحسين تسأل منهم ماذا قال جدكم فوق المنبر. هذا التعليم إلنا، هكذا يجب أن نعمل مع أطفالنا مع أبنائنا. ودي إلى المسجد، عندما يرجع ماذا قال الخطيب فوق المنبر، حتى إذا ما يعرف يقرأ المطلب ليقول القصة، ما هي القصة التي ذكرها الخطيب، خلي يتعلم من الآن، روحي تتمتزج وتتفاعل بهذه الأفكار، بهذه التوجهات، بهذه القضايا. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه كان إلى أم، حقيقة هذه الأم أم نادرة، هذه كانت تهتم به كثيرا، وكانت عندها علاقة خاصة بهذا الطفل. الطفل مو أداة بالبيت، لا تنظر للطفل كما تنظر إلى المروحة أو المكيف، لا، الطفل شيء آخر. أكو في الأحاديث أحبوا أطفالكم، أحبوا أطفالكم، واحد يحب الطفل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لابنه الحسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، يعني هكذا شلون تنظر إلى نفسك، شلون تهتم بنفسك، بهذه الطريقة يجب أن تهتم بطفلك، مو بأكله وشربه، هذا شيء طبيعي، هذه وظيفة شرعية، الاهتمام بشؤون الطفل كلها بما هو لائق بشأنه ومقامه. راجعوا كتاب النفقات من كتاب النكاح، الأب واجب عليه يوفر في صورة القدرة كل ما يليق بشأن الطفل من أكل وشرب ومسكن وما أشبه ذلك، حتى إذا سيارة لائقة بشأنه ماكو محذور وأنت قادر وفر له السيارة، واجب وجوبا شرعيا. ولكن الأهم، عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، حياته الباقية رهن بهذه التوجيهات وبهذه الإرشادات. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أراد أن يتوجه إلى بعض العتبات المقدسة.
لمواصلة خطه العلمي، الأم ما كانت تقبل. الشيخ حاول معها بطرق كثيرة ولكن الأم لم تقبل، والشيخ هواي كان مؤدب مع الآخرين، كان مؤدب، فكيف مع أمه؟ كل يوم كان يروح يم أمه، كل يوم، وهو المرجع الأعلى، عندما صار مرجع أعلى كل يوم كان يجي يقعد يم أمه وهي عجوز في الغابرين، يقعد عندها يسولف لها، يضحكها ثم يخرج. الأم ما قبلت، بالنتيجة الشيخ بالتوسل والتضرع قال خل نستخير بالقرآن الكريم وننظر إلى رأي الله في الموضوع. استخاروا، حقيقة بعض الاستخارات عجيبة، يعني فيها تطابق عظيم مع الواقع. استخاروا، طلعت هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، يعني في البحر، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حقيقة شوف شلون تطابق عظيم مع الواقع. الأم رضخت، الشيخ ذهب وواصل 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 إلى أن أصبح المرجع الأعلى. طبعا واحد من قرية من قرى إيران، لعلها قرية دزفول أو شوشتر، واحد قروي يصبح المرجع الأعلى، هذا هواي عظيم. جاءوا لأم الشيخ وقالوا له إن الشيخ مرتضى أصبح كذا وكذا، فلم تبد تعجبا ولم تبد استغرابا، كأنه القضية قضية طبيعية جدا. قالوا أيتها الأم ليش ما تتعجبين؟ قالت ماكو عجب في القضية، أنا ما أرضعت هذا الشيخ ليلة واحدة إلا مع الوضوء. الأمهات يعرفون يعني شنو هذا الكلام، الطفل يقوم في الليلة الشاتية، سخان ماكو في ذلك الوقت، ماي ماكو، حنفية ماكو، لازم تروح إلى البئر أو إلى مكان آخر وتأخذ الماء. تسكت هذا الطفل أو تضعه عند والده أو ما أشبه، تروح تتوضه في تلك الليلة وتأتي وترضعه، تنيمه. الطفل كم مرة يقوم بالليل؟ بالليلة لعله 3 مرات 4 مرات أكثر أقل، لا ترضعه إلا وتتوضأ أولا. هل عجيب أن مثل هذا الطفل يصبح الشيخ الأنصاري؟ الحقيقة أهم شيء التوجه إلى أولادنا وبناتنا، هذا جانب. الجانب الثاني، نحن إذا لم يكن هنالك صفاء بين الرجل والمرأة، إذا ماكو هنالك وئام، إذا ماكو هنالك توافق، هذا الطفل كيف يعيش؟ إذا كل يوم نزاع في البيت، الرجل يشك في زوجته والزوجة تشك في زوجها، وكل يوم يتبادلان الكلمات النابية ويتوقع هذا من ذاك ويتوقع ذاك من هذا، هذا الجيل شلون ينشأ؟ كيف ينشأ هذا الجيل؟ أي انطباعات سيئة تخلق في نفس هذا الجيل؟ لاحظوا فاطمة صلوات الله عليها تقول لأمير المؤمنين في تلك اللحظات الأخيرة: ما خالفتك منذ عاشرتك. هذا إلنا، هم لهم مقامهم، ما خالفتك منذ عاشرتك. فاطمة ما كانت تعيش صلوات الله عليها حياة مرفهة، أخواتها كما ينقل كان وضعها وضعهن أفضل من فاطمة، لأنه كان عندهم أموال لكن كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله. زينب كان وضعها أفضل وبقية الأخوات، ولكن فاطمة كانت تعيش حياة الشظف والفقر. ما خالفتك منذ
عاشرتك. ماكو هنالك خلاف ولو مرة واحدة في خلال هذه الأعوام. هكذا كانت فاطمة وهكذا كان علي صلوات الله عليه. فاطمة كما ينقل بعض العلماء لم تطلب من علي صلوات الله عليه طلبا واحدا في حياتها، مرة واحدة في أخريات أيام حياتها طلبت منه طلبا واحدا فقط في قضية مفصلة وهي قضية الرمان، ولأنها كانت مريضة ومحتاجة إلى ذلك الطلب مرة واحدة. إذا الزوجة ما إلها توقع من زوجها، الزوجة ما إلها توقع من زوجته، كل منهما يؤدي وظيفته وفوق وظيفته بطوع رغبته. الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، قائد قضية العشرين المعروفة التي أخرج فيها الكفار من بلاد المسلمين، الشيخ محمد تقي يقولون في بيته لم يكن يأمر أمرا واحدا، حتى إذا أكو ماي على ذاك الجانب من الصفرة، زوجته قاعدة، ابنه قاعد، ما يقول له جيب لي هذا الماء، يقوم من مكانه ويأخذ الماء ويأتي. حتى يقولون مرة كان رايح على مسجد السهلة في قضية ثم رجع بحث في جيوبه مدة ثم رجع الأصحاب وهو المرجع الأعلى في ذلك الوقت، سألوها أنه شنو؟ قال عندي شغل. رجع إلى المسجد، كان قد سقط منه الشيء، أخذه من أرض مسجد السهلة وعاد. يقولون في يوم من الأيام كان مريض، فجاءت أهله زوجته بماء اللحم ووضعته على باب الغرفة أو في جانب، لأن الشيخ كان نايم مثلا أو ما أشبه. وقت الظهر الشيخ قام شاف ماء لحم هناك، يريد يقوم لكن ما بقدرة يقوم من مكانه لأنه أنهكه المرض، لم يقل كلمة. بالليل أهله إجوا شافوا الشيخ نايم وماء اللحم هناك موجود. ليش؟ ما يريد يكلف واحد. هاي من صفات أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط على جماعة أن يكونوا من أهل الجنة بشروط، واحد منها أن لا يكلفوا أحدا حاجة أبدا. إذا الزوج هكذا يتعامل مع زوجته، والزوجة أيضا هكذا تتعامل مع زوجها، ماكو توقعات. الطرف الآخر هو يقوم بوظيفته، قام بوظيفته أو لم يقم بوظيفته. إذا كان التعامل على هذا النحو، هو الإنسان أولا يسعد، أنت تعيش مرتاح. هذا العمر القصير اللي عندنا الذي هو قصير كالأحلام وعزيز كجنات الفردوس، الإنسان يقضي هذا العمر كله في مشاكسة ونزاع وخلاف، هو أولا يرتاح، وثانيا ينشئ جيلا صالحا يبقى للإنسان بعد موته، وربما يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الامتدادات تبقى وكلها تسجل في ديوان ذلك الأب أو تلك الأم التي أنشأت هذا الجيل الطاهر. أتلو عليكم رواية واحدة وأختم بها الموضوع. هذه الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردتم أن تجدوا هذه الرواية خذوا كتاب تنبيه الخواطر لورام، واحد من علمائنا القدماء، هذه الرواية موجودة هناك. إذا بلغ الطفل 3 سنين يقال له قل لا إله إلا الله. أتصور هذه الرواية ما فيها عقد سلبي، يعني لا تأخر القضية عن هذا العمر،
وإنما التقديم ما في إشكال، إذا في سنتين تتمكن أن تقول له قل لا إله إلا الله، هاي العقائد أدخلها في روعه وفي جنانه، إذا تتمكن افعل ذلك. إذا بلغ 3 سنين يقال له قل لا إله إلا الله، ثم يقال له حين يتم له 3 سنين و7 أشهر و20 يوما قل محمد رسول الله. فإذا تم له 4 سنين قيل له قل صلى الله على محمد وآله. ماكو وقت، ولكن أشير إلى نقطة حقيقة، هذه مو روايات، هذه إعجاز. هذه الكلمات تطابق آخر ما توصل إليه علماء النفس وعلماء التربية. أذكر لكم المصدر، الكتاب موجود، أخذ الكتاب وطالعوا. اسم الكتاب علم نفس النمو، هذا الكتاب أخذوه من المكتبات، دكتور مو في هذه المجالات، على رأس لكاتب طبقا لآخر المكتشفات. يقول علماء النفس وعلماء التربية اكتشفوا أن الطفل في الربيع الثالث يستطيع أن يستوعب الجمل القصيرة اللي مكونة من 3-4 كلمات، عندما تحفظ يحفظ يستوعب، هذا في الربيع الثالث، يبدأ هذه الحالة من الربيع الثالث. لاحظوا الرواية، إذا بلغ 3 سنين يقال له قل لا إله إلا الله في الربيع الثالث. وفي العام الرابع يذكر هذا العالم، الطفل تبدأ عنده القابلية باستيعاب الجمل من 4-6 سنوات. لاحظوا الجملة، فإذا تم له 4 سنين قيل له قل صلى الله على محمد وآله. عندما عمره 3 سنوات تقول له جملة بسيطة، وعندما يكبر شوية الجمل تكون أكبر. حقيقة هذه الرواية وحدها تكفي أن تكون إعجازا للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تم له 6 سنين صلى وعلم الركوع والسجود. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش في أجواء هذه المناسبة العظيمة، مناسبة ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، أن يوفقنا للاهتداء بهديهم وانتهاج منهجهم، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.